المواطن بيير شولي. عنوان لوثائقي عرض مسيرة رجل انضم للثورة التحريرية كمعالج للمرضى والجرحى فضلا عن تدريب الممرضين. شولي تم إيقافه ونفيه إلى فرنسا، وهناك أنهى دراسته في مجال الطب وعاد ليلتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني من بوابة تونس. وبعد الاستقلال ساهم في بناء المنظومة الصحية الوطنية فضلا عن مكافحة السل آنذاك. الاختيار تاع الموضوع هو هي صدفة الحياة. أنا نهار تعرفت بالإنسان في 2009 يتميز بواحد الصرامة، يتميز بواحد مصداقية الصدق في كلامه، وثاني عنده واحد التواضع، وعنده واحد النسبية ريلاتيف لي شوز، مي فرونشمون عنده بزاف واحد لي كاليتي. الشريط عرف حضور المهتمين بالسينما والشغوفين بالتاريخ فضلا عن من تلقوا الطب على يديه ونجله. الثورة الجزائرية لمت وخلقت الرجال كما هذا السيد هذا اللي اعطى شيء 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 شي عظيم للجزائر. الفيلم هذا ويربط الصلة مع الشباب، مع التاريخ نتاعو، مع السينما نتاعو، مع رجالاته، رجالات التاريخ في الجزائر. مازلنا ما نعرفوش الكثير على الثورة الجزائرية، وما نعرفوش الكثير على الشخصيات الكبرى اللي خلات بصمات كبيرة. الفيلم الوثائقي جاء لتأكيد جزائرية بيير شولي الذي كان يقدسها حتى النخاع.